أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن سنحلل ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي تطرق في كلمته إلى عدة محاور. تحدث في نهاية هذه الكلمة عن الملف اللبناني الداخلي، عن الضغوط التي يتعرض لها لبنان، تحدث عن الانتخابات الأمريكية وقال بأنه لا يعول وأنه طلب من العالم بألا يعول على إدارة بايدن، وقال إن كل إدارة أمريكية فإن الثابت في هذه الإدارة هو أمن إسرائيل. تحدث عن المناورات الإسرائيلية والإصرار الإسرائيلي على إجراء هذه المناورات وأنه يعكس الطابع الدفاعي. تحدث عن مفاوضات وملف ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، وتحدث عن معركة سور. إذن سنتحدث مع ضيوفنا الكرام في جميع هذه النقاط ونفصلها ونحلل ما وراءها. أرحب مجددا بسيد أمير أورن خبير الشؤون الأمنية والسياسية، السيد أليف صباغ أيضا خبير شؤون الشرق الأوسط، وينضم إلينا أيضا السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي من واشنطن. وأبدأ معك، إذا كنت استمعت إلى ما قاله حسن نصر الله فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، الإدارة الأمريكية وصف ترامب ووصف إدارة ترامب بأنها الأكثر إجراما، ووصف عملية اغتيال قاسم سليماني بأنها الأكثر أو جريمة العصر. إذن كيف تعلق على ما قاله الأمين العام لحزب الله؟ والله هو خطاب موجه لأربع مستمعين، يعني بيخطب ود أربعة في نفس الوقت، وكل بالعبارات اللي موجهة له لإيران وإلى اللبنانيين وإلى إسرائيل والقادة العسكريين في إسرائيل وإلى أمريكا. وبعدين في الكثير من المغالطات اللي قالها، يعني لما بيقول لك إن الأمريكان في الشارع نايمين في الخيام، هو بيتكلم على الهوملس اللي هم عندهم أمراض نفسية، يعني عنده إمكانية إن هو يكون موجود في مكان وكل حاجة، لكن هو عاوز يقعد في الشارع. فأعتقد يعني أنا بقول له يعني السيد حسن نصر الله، أنا عايش في أمريكا، امريكا ما فيش فيها الكلام اللي انت بتقوله ده، انت بس وصل لك غلط، او يمكن انت تحت الارض ما انتش شايف كويس. برضو الكلام عن جريمه العصر وقاسم سليماني، قاسم سليماني معتبر وفقا للاداره الامريكيه والكثير من الادارات الامنيه ارهابي على قائمه الارهابيين، فاستهداف الارهابيين هو هدف عسكري مشروع. نعم. اعتقد انها يعني ليست لم تكن يعني الجريمه ضد الانسانيه، فلنرى ماذا فعل قاسم سليماني وقواته من قتل 1500 متظاهر في العراق من خلال قوات فيلق القدس الموجودة هناك في العراق وتحت وهم حراسة الأربعين الحسيني في لكن يعني أيضا حسن نصر الله كان حذرا وطلب بألا يتم التعويل على إدارة بايدن القادمة. هو بالتأكيد يعني بيقول إن كلهم زي بعض، كلهم هيدعموا إسرائيل. أنا أقدر أقول لك يا حسن نصر الله، خلي بالك إن بايدن له تسجيل في 2007 مع قناة شالوم في أمريكا، قال له أنا زاينست. يعني هو مش بس بيدعم إسرائيل، هو بيعتنق يعني الفكر الصهيوني اللي قامت عليه دولة إسرائيل. فأنا بس بزود لك الموضوع، يمكن برضه الفيلم ده ما وصلناش. عمّن تتحدث عن نصر الله؟ لا، عن بايدن له تصريح. نعم بايدن. نعم. قال في تلفزيون يعني إسرائيلي داخل تلفزيون يهودي داخل أمريكا. نعم. سنة 2007 قال له انا زاينست، انا صهيوني. فانا بقول لك يعني ان الرئيس الامريكي اللي جاي مش هيدعم اسرائيل وبس، لا ده هيحطها يعني زي الكحل في عينيه. يعني اعتقد هو كان خطاب شعبوي، ويعني عايز يتنصل من يعني ما يفعله حزب الله في الازمات الاقتصاديه. يعني برضو ما يعني برضو اذا كان المشاهد العربي ما يعرفش ان حزب الله بيتحكم في المواني وبيتحكم في الحدود وبيهرب اللي عايز يهربه وبيتحكم في كل شيء، اعتقد يعني اللبنانيين النهارده عرفوا ايه اللي ممكن يحصل لهم لو استمر حزب الله موجود في لبنان. المصير قاتم جدا، لابد من ان يتكاتف اللبنانيون على التخلص من هذا الفصيل الايراني. نعم. الذي يمثل كل مصالح ايران. نعم. الراجل قال يا جماعه في تسجيل له انا جندي من جنود الخميني، وقال ان الايران بتصرف 100% من مصروفات الحزب، يبقى ازاي الحزب ده يكون لبناني فصيل مقاومه؟ نعم. مش قادر سيد ابقى معي لو سمحت. السيد أليف ايضا الان يعني وفي ختام حديثه يقول حسن نصر الله بان جبران باسيل اخبره بان الجانب الامريكي طلب منه ان يقطع علاقته بحزب الله، اذا تشتد الضغوطات الامريكيه
يعني قبيل أن تنهي هذه الإدارة ولايتها تشتد الضغوط الأمريكية على إيران وحلفائها في المنطقة؟ نعم، تشتد هذه الضغوط وتشتد هذه التهديدات، تشتد هذه الوحشية الأمريكية التي تغتصب إرادات الشعوب. أمريكا بقيادة ترامب وغير ترامب تغتصب إرادات الشعوب، تغتصب خيرات الشعوب وتسرقها، إما أن تكون تابعا وعبدا لأمريكا وإما أنت لا شيء. حتى العبيد الذين قبلوا أن يكونوا عبيدا لأمريكا مثل دويلات الخليج أصبحوا مثل الكندرة في أرجل أمريكا. نعم لكن نعم سيد أليف، نعم نعم، من يقف في وجه أمريكا ويطلب لنفسه التحرر من هذه الغطرسة والعزة والكرامة والسيادة لشعبه يصبح إرهابيا في نظر أمريكا. فليكن إرهابيا في نظر أمريكا، لأن أمريكا لا تقرر من هو الإرهابي في العالم، هي تستطيع أن تقتل، تستطيع أن تكون رأس الإرهاب ورأس الشر في العالم، ولكن الشعوب في نهاية الأمر هي المنتصرة. هذا الكلام الحديث بشكل دائم وكأنه حزب الله هو السبب، كل اللبنانيين يعرفون وكل مراقب يعرف أنه السبب الأساسي للوضع الاقتصادي في لبنان هم حلفاء أمريكا الذين نهبوا لبنان، وأمريكا التي تعاقب من يناهض سياستها في لبنان، وهذه هي الحقيقة. في الماضي ضيفك شرقاوي قال أنه حزب الله يهرب ملايين ومليارات إلى سوريا، الرئيس السوري قال قبل أيام أن هناك 170 مليار دولار سوري موجود في البنوك الأمريكية. هذه حقيقة لم يستطع أحد من لبنان أن ينفيها. إذن من الذي ينقل الأموال وبأي اتجاه؟ الأموال تنقل من سوريا ومن العراق إلى لبنان، وليس من لبنان لا إلى سوريا ولا مكان آخر. وهناك اعترافات أمريكية وعراقية حديث عن حوالي 55 مليار دولار عراقي من يعني شخصيات تابعة لأمريكا تضع أموالها في لبنان. هذه الحقيقة، والحقيقة الأهم أنه من يهرب الأموال من لبنان إلى الخارج هم حلفاء أمريكا ناهبي لبنان وليس حزب الله. نعم سيد أمير، كيف تقرأ المحاولات الأمريكية حتى الرمق الأخير؟ يعني تحاول هذه الإدارة التضييق على حزب الله، فرض عقوبات على عناصر من حزب الله، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين. أولاً الأمريكان لا يتدخلون في الموضوع اللبناني، التدخل الخارجي ومن فرنسا، وهناك الكثير من الشروط. طريقة ترامب هي ويريد أن يتخلص من التدخل في الشرق الأوسط من ناحيته. صحيح أن حزب الله هو جزء من إيران، وهو وبومبيو يحاولون ومسألوا يحاولون بومبيو سوف يأتي لإسرائيل والسعودية والإمارات لمجهود أخير لكي يضغط على الإيرانيين وأيضا على حزب الله وعلى كل موضوع جبران باسل. هذا واحد من الضغوطات الأمريكية. لكن هنا لدينا سؤال، ما هو تصديق لوجود حزب الله في سنة الثمانينات بعد أن كانوا اللبنانيون يمرون بأزمة في لبنان، وبعد أيضا بعد بدء حركة أمل في أواخر سنوات الثمانون بعد أن قام ميشيل عون بوظيفة أو بموقف واضح بما يخص السلاح؟ لماذا هم اليوم بحاجة لميليشيا جديدة قوية في لبنان بالإضافة للحكومة وبالإضافة للجيش؟ بسبب أنهم يقومون بالوظيفة الإيرانية. لإسرائيل ليس لديها أي خطط ضد لبنان، هي خرجت من لبنان، وبالنسبة لإسرائيل جيد أن يكون لبنان في المنطقة لكي لا يدخلوا لحرب جديدة. سيد ماك، أيضا نصر الله قال أن الولايات المتحدة حاولت من خلال فرض العقوبات التضييق على لبنان، حاولت تأليب البيئة الشعبية على حزب الله وعلى حلفائه. هل فشلت الإدارة الأمريكية في ذلك؟ لا طبعا. وبعدين هو التضييق مش عشان لبنان، التضييق عشان
العمليات القذرة اللي بيقوم بها حزب اللات في لبنان، اللي بيقوم فيها بتجارة المخدرات وبغسيل الأموال، والتي أثبتتها القضايا الأمريكية. وهناك المدعي العام في الولايات المتحدة الأمريكية اتهم أشخاص لبنانيون على صلة بحزب اللات موجودين في السجون الآن الأمريكية يقضوا العقوبة. فالموضوع موضوع يعني السويفت كود والرقابة على المصارف اللبنانية، لأن المصارف اللبنانية تخضع تحت سلطة حزب اللات الموجود في لبنان. فإذا كان هذا الحزب يسيطر على 4 وزراء في الحكومة وهو جيش داخل الدولة اللبنانية، إذا كان هو قال في الخطاب بتاعه إن الحدود البرية يعني تكاد تكون ما فيش مشكلة فيها، باقي بعض الأمور في مزارع شبعة وبعض التلال وجزء من بلدة الغاجر، يعني ما فيش مجال لوجود مقاومة، طب ليه ما يندركش سلاح حزب الله في الجيش اللبناني ويصبح جيش نظامي؟ لا، لأن ده جيش إيراني في داخل لبنان يحمل مصالح ويحمي مصالح إيران والملالي في طهران في لبنان. هو نفسه قال كده، ولا أحد يستطيع أن ينكر، حتى ضيفك اللي موجود ما ردش على اللي أنا قلته. هل حسن نصر الله يعني زعيم حزب اللات في لبنان فصيل قومي وطني لبناني أو فصيل إيراني يتبع ميليشيا تتبع لإيران لحماية مصالحها في لبنان؟ ما ردش على السؤال، دايما بيهرب في كل اللقاءات اللي بقابله فيها. هو نفسه اعترف. ليس 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 هذا موضوعنا لو سمحت سيد ماك. إيران، نحن إيرانيون، نحن جندي في يعني في دولة الخميني، أنا جندي في دولة الخميني. نعم. أعتقد أن وجود هذا السرطان بقى، مش اللي هو بيقول يعني السرطانات الأخرى، هذا السرطان في داخل لبنان أعتقد هو اللي هيفشل كل محاولات العالم إلى مساعدة لبنان واللبنانيين في هذه الأزمة الاقتصادية. هو النهاردة ما عندوش أي مشكلة إن هو يعني يتفاوض مع العدو الإسرائيلي، ما عندوش مشكلة، إذن في فلوس. لكن نفى أي وجود أي قنوات سرية بين بين بين. كل مشاكله إيه؟ لا ما نسلمش، لا 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 لا، ما يكونش في مدنيين، يكونوا عسكريين بس. يا سيادي العزيز، يعني أنت رايح بتعمل مفاوضات وأنت يعني موافق عليها عشان اللرجاء. نعم. اللي هتخش ليه. نعم. الحزب في لبنان. أستاذ ماك ابقى معنا لو سمحت. نعم. مصالح. نعم سيد أليف، يعني حديث حسن نصر الله وعندما قال إن النفط والغاز واكتشاف النفط واكتشاف الغاز يعني في الجنوب اللبناني وفي المياه هو من دفع لبنان إلى إجراء هذه المفاوضات، هل هو تبرير للبنان عمليا لإجراء هذه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟ دعني أجيب ضيفك حتى لا أقول أني أهرب الأسئلة، عمري ما هربت من سؤال. تفضل. حزب الله لم يدافع عن إيران ولا بعث ولا جندي لإيران، ولم يدافع عن إيران في أي مرة في تاريخه، دافع دائما عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. حزب الله عندما بعث جنوده إلى سوريا كان يدافع عن لبنان، لأنه لو سقطت سوريا ستسقط لبنان في أيدي الدواعش أيضا. حزب الله دافع دائما عن لبنان. حزب الله عندما يقول إنه إيران هي التي تمولنا، يعني يقول لا المخدرات ولا الادعاءات الأمريكية ولا شيء، فقط حزب الله. حزب الله أبعت لك ملف القضية بتاعتكم، أبعتها لك وهو مكشوف ويعترف بكل شيء، لا يخفي أي شيء. أما إذا أمريكا مسكت واحد شيعي ولا واحد لبناني بيهرب مخدرات، كل شيعي في نظر أمريكا وحزب الله. ليس هذا موضوعنا، ليس هذا موضوعنا. في نظر أمريكا وحزب الله ليس هذا موضوعنا. حزب الله. أنا سأعود إلى إلى سؤالك الآخر. تفضل. أضيف المفاوضات. نصر الله قال كلام واضح وأرجو أن نسمع كل الكلام وليس جزء منه. نعم. قال الدولة اللبنانية هي التي تقر تصادق على الحدود وليس حزب الله. نحن نعمل ندافع عن الحدود التي تقرها الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، نحن لا نتدخل في ذلك. صحيح أنه الحكومة اللبنانية قالت الحدود البرية غير منتهية وأن الحدود البحرية غير منتهية، صحيح. من حرك الدولة اللبنانية ونبيه بري بالذات عام 2010 هو موضوع الغاز والنفط، ومن حرك إسرائيل أيضا في تلك الفترة هو الغاز والنفط.
إذا المصلحة الاقتصادية حركت الدولة ورئيس مجلس النواب حتى يتم الاتفاق على حدود كانت ليست ذات أهمية، لأنه ما كان حدا يعني يحسب شو نعم. فيها من أستاذ أريد نعم. لما اكتشفوا الكنوز فيها تحركوا، مش حزب الله اللي تحرك ولا نعم. طمعا في أموال، هذا كلام نعم. ابقى معي خيالات. ابقى نعطي الفرصة للسيد أمير لديه ما يقوله في هذه النقطة، تفضل. لدينا هنا سؤال بسيط جدا، ما هو العنوان في بيروت؟ أنت إن كنت بايدن أو نتنياهو لا يهم، إذا كنت تريد أن تنهي أمرا معين مع لبنان، مع من تتحدث؟ هل تتحدث مع الرئيس، مع رئيس الحكومة، أما أن عليك أن تطلب منهم لكي تتحدث مع نصر الله؟ في سنة 2006 الرئيس بوش طلب من أولمرت أن يفرق بين حزب الله والدولة اللبنانية إن كانوا يقومون، حزب الله كان يقول أنهم يتهجمون، وأولمرت قال أن هذا لن يحدث. إذا كان حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وحزب الله سوف يناضل ضد إسرائيل، الدولة اللبنانية سوف تعاني. إذا كانت هذه الدولة عادية لديها حكومة وجيش عادي، أو أنها هي دولة عادية وأيضا لديها ميليشيات، أو أنها تلعب على الحبلين، تعرض نفسها كأنها رسمية ولديها أيضا ميليشيات، هذا الأمر مهم للشعب اللبناني. هل يريدون أن يكونوا دولة مثل سائر الدول، أو أنهم يعرضون أو يتظاهرون بأننا أنهم دولة عادية ولديهم أيضا حزب الله على الجانب؟ عليهم أن يكون لديهم عنوان واحد. سيد ماك، هذه باعتراف حسن نصر الله، هذه الإدارة الأمريكية هي الأشد وطأة ربما عليه وعلى حلفاء إيران في المنطقة، لكن بالمقابل هل ستكون الأيام 70 كافية أمام إدارة ترامب لتضييق الخناق على إيران وحلفائها في المنطقة؟ مين عارف، محدش يقدر يتوقع الرئيس دونالد ترامب ممكن يفكر في ايه. ممكن تشتعل المنطقة، ممكن ألا تشتعل المنطقة. خلي بالك ان في 4 جنود تم قتلهم في شمال سوريا من 72 ساعة، وتم إقالة وزير الدفاع ساك مايك أسبر. أعتقد أن لا يمكن أن يعني يتورع الرئيس دونالد ترامب إلى الرد على أي استفزازات ممكن تحصل. فأنا يعني بقول يعني لرئيس حزب اللات في لبنان يلم الدور شوية، وقال أن هيكون العقاب يعني صارم جدا، وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب ممكن يعني يفعل الكثير في الفترة القادمة. الحاجة الثانية أن برضو مضيفك بيقول أن حزب اللات أما راح على سوريا كان بيدافع عن لبنان، ده طبعا كذب. يعني حزب اللات موجود ليه طب مع الحوثيين في اليمن؟ برضو بيدافع عن الدولة اللبنانية. يعني خبراء الصواريخ من حزب اللات الموجودين في اليمن موجودين عشان يدافعوا عن لبنان؟ أنا مش عارف. يعني الموجودين في فنزويلا بيعملوا إيه هناك؟ والموجودين في إقليم كشمير المتنازع عليه ما بين باكستان وما بين الهند بيعملوا إيه هناك؟ سيد ماك، يعني الموجودين كي لا يدركنا بعد إذنك بس نعم. بعد إذنك بعد يرد نعم. عشان يرد بقى. والموجودين عند حركة البوليساريو الإرهابية في الدولة المزعومة في الأراضي أو الصحراء المغربية بيعملوا إيه هناك؟ ما يجيش يقول لي النهارده ان هذه منظمه ارهابيه، العالم كله هيعترف بيكم منظمه نعم. ارهابيه قريب جدا. استاذ سوف نلاحقكم في اقصى الارض هنلاحقكم. نعم استاذ، اسالك سؤال. 5700 خبير عسكري اسرائيلي منتشرين في العالم بدافعوا عن اسرائيل، الاف الجنود الامريكيين الموجودين في العراق وفي قواعد عسكريه امريكيه في الشرق الاوسط بدافعوا عن امريكا، الخبراء الامريكيين الموجودين في السعوديه نعم. اطفال الكامل بدافعوا عن امريكا، ميليشيات ارهابيه، الخبراء الاسرائيليين الموجودين في السعوديه بدافعوا عن اسرائيل. نعم، كي لا نبتعد عن الفكره. استاذ ماك سأعود اليك، استاذ اليف سأعود اليك، استاذ ماك ما اردت يعني ان اساله لك، هل يستطيع ترامب ان يلجا لخطوات؟ يعني صحيفه نيويورك تايمز كشفت عن مسؤولين في البنتاغون يقولون انهم لا يستبعدون شن ترامب قبل نهايه يعني او في اخر ايامه شن حمله ضد ايران، نتحدث عن حمله عسكريه، هل هذا منطقي واقعي؟
يعني انا بقولها لك على المتغطي، عايزني اقولها لك يا سيدي؟ ماشي تفضل. يا سيدي حاضر. احتمال كبير، احتمال كبير ان ترامب يعني يمسي على ايران قبل ما يمشي، بس هتبقى تمسية وحشه قوي. 36 هدف استراتيجي داخل ايران هيتم استهدافه لتقويض كافه القدرات اللي ممكن تقوم لهم قومه يعملوا سلاح نووي ويهددوا العالم هؤلاء الارهابيين. نعم كده انت مبسوط استاذ اليف؟ ابقى معي سيد ماك لو سمحت. استاذ اليف، يعني ترامب يعني لجأ إلى اغتيال قاسم سليماني، والآن وصف حسن نصر الله بأنها جريمة العصر. هل هناك ربما تكون خشية إيرانية؟ إيران لن ترتاح إلا بآخر يعني ساعة أو برحيل ترامب نهائيا من البيت الأبيض البعض يقول. هل توافق ذلك؟ هل هناك يعني هل تتحسب القيادة الإيرانية من إقدام ترامب على أي خطوة ضدها؟ نعم، الجواب نعم. الإدارة الإيرانية، القيادة الإيرانية تتحسب وتستعد على أهبة الاستعداد. وإذا ما اعتقد ترامب أنه يستطيع أن يضرب 36 موقع عسكري أو مدني، هو يعتقد أنها مواقع عسكرية وبذلك تنتهي المعركة، يكون مخطئ. أي ضربة لإيران واحدة ستشعل المنطقة، ستشعل المنطقة وربما حرب إقليمية وربما أكثر من ذلك. الإيرانيين جزء منهم مستعد ويعني حابب أن الأمريكان يضربوا حتى يطلع ما عنده. هذا الأمر بس بيعمل واحد مجنون مثل ترامب، مش واحد رئيس دولة عظمى، بس واحد مجنون مثل ترامب ممكن يعمله. بعدين إقالة الوزير الدفاع الأمريكي أسبر، نعم، ليس له علاقة بمقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا، في شرق سوريا. هذه الإقالة موجودة على الطاولة من قبل الانتخابات، وهذه الإقالة موجودة منذ حزيران 2020 على يعني على كف عفريت موجود أسبر، يعني لا علاقة لها بالأربع جنود الأمريكان. نعم. الذين قتلوا في شرق سوريا. نعم. عدا عن ذلك، القوات الأمريكية في شرق سوريا قوات محتلة، ومن حق الشعب السوري أن يقاومها، ومن حقه أن يقتل جنودها وضباطها. نعم، ابقى معي لو سمحت. سيد أمير، قبل أن تعقب، هل تتوقع أن تراجع طهران بعض حساباتها وحلفائها؟ طبعا في المنطقة يراجعون حساباتهم، يتراجعون عن سياساتهم خصوصا في سوريا ولبنان لإثبات حسن النية للرئيس الأمريكي المنتخب. تفضل. الموضوع الأساسي في طهران هو الاتفاق النووي. ما تسأله هو أمر مهم في لبنان وسوريا، ولكن الأمر المركزي هو المحادثات بما يتعلق بالاتفاق النووي لكي يقوموا بضبط المعادلات ولكي ينتعش الاقتصاد الإيراني. ولكن صحيح بما يخص سؤالك للضيفين، نعم ترامب يمكنه ومستعد لأن يعطي أمرا كذلك. هل سوف يقومون بهذا الأمر وفق أسبر؟ هذا الأمر أيضا لكي لكي يقوم ميلر وزير الدفاع المؤقت عليه أن يمرر هذا الأمر. عندما نيكسون الرئيس عارض ذلك، قال للجيش أنكم لن تقوموا بهذا الأمر لأن هذا الأمر جنون، وهو سوف يضغط على الزر وسوف يقول لكم أن تضغطوا على الزر. اليوم هل لدينا في البنتاغون من بين القياديين، هل لدينا أشخاص سوف يقولون أن علينا التوقف وأننا لن نقوم بهذا الأمر لأنك فعلا لديك الحق بأن تعطينا هذا الأمر، ولكننا لا نعتقد أن هذا الأمر قانوني وأنه ضروري. ربما هذا الأمر سوف يوصلنا لصراع في الكونغرس بين السيناتور و الممثلين. هو مهم جدا، ولكن الصراع والأزمة في واشنطن ليست أقل أهمية. في 15 ثانية سيد ماك، تفضل تعقيب. بس أنا أضيفك، لا يعني غير متفق مع ضيفك في الاستديو.
لأن الرئيس الأمريكي يملك إصدار القرار، ولا أعتقد أبدا أي من جنرالات الشرفاء يستطيع أن يناقش أمر عسكري من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس. لا يا فندم عفوا، إعلان الحرب يحتاج لموافقة الكونغرس، لكن العمليات العسكرية يقوم الرئيس بالعملية العسكرية، وعليه أن يخطر الكونغرس خلال 48 ساعة. 48 ساعة يخطر الكونغرس، والكونغرس يوافق على استمرارها أو عدم استمرارها. لو لم يوافق على استمرارها أستاذ ماك 30 يوم. استنى بس دقيقة واحدة، انتهى الوقت، أدركنا الوقت. 30 يوم لإنهاء العمليات و30 يوم لسحب القوات. أشكرك. أرجوكم ما تقولوش كلام. المحلل السياسي أستاذ ماك شرقاوي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الأستاذ أريف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك، وأيضا السيد أمير أورن الخبير في شؤون الأمنية والسياسية شكرا جزيلا لك، وأنتم مشاهدينا الكرام أشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم في حلقات أخرى من هذا المساء، انتظرونا غدا.